أهلا وسهلا فيكم، معاكم إحنا اليوم من قرية بيت حنينة الحنونة. يعود هذا الاسم إلى حنية وعطف أهل هذه القرية العريقة الضاربة في القدم والتي تتبع إلى العاصمة القدس، تبعد عن المسجد الأقصى المبارك 3 كيلومتر هوائي. إحنا اليوم ضيوف على قرية بيت حنينة. بيت حنينة من قرى فلسطين القديمة الضاربة في التاريخ، من قرى العاصمة المحتلة القدس، تقع شمال المسجد الأقصى المبارك وتبعد عنه 8 كيلومترات. بفعل جدار الضم والتوسع العنصري الذي فرضه الاحتلال على أراضينا، تقسمت بيت حنينة إلى قسمين، بيت حنينة القديمة وتتبع الضفة الغربية، وبيت حنينة التي تتبع أراضي القدس المحتلة. مساحتها قبل الاحتلال 36,000 دنم، وبعد الاحتلال 16,000 دنم، وفرض ذلك أن يكون مدخلا واحدا للقرية. كانت تتميز القرية بوجود عيون الماء التي اندثرت بفعل الاحتلال، ويوجد بها أيضا جامع سلطان أدهم وطاحونة أثرية قديمة. بدي أرحب فيك أستاذ محمود النجار، وأنت رئيس مجلس بلدي البيت حنينة. أهلا وسهلا فيك، ونبدأ نعرف المشاهدين بهذه القرية، معالمها، أهلها، ناسها، وكل معالمها الحضارية وتاريخها أيضا. قرية بيت حنينة 4 عائلات: نجار سليمان، بداح، أبو زهرية. إلها تاريخ عريق جدا يعني. نعم. تزدهر بيت حنينة طبعا للكل بيعرف زيت الزيتون الروماني. نعم. وقرية قديمة جدا. سبب يعني أنتوا زي ما شايفين القرية أهلها غادروا. ما تم قليل جدا من أهالي بيت حنينة في القرية. يعني هاي القرية احنا كنا في جولة بأبرز معالمها، نحكي عن احتياجات القرية ككل من الخدمات اللي بقدمها المجلس البلدي. والله القرية حاليا الخدمات اللي بقدمها قد ما بتقدر البلدية تقدم بتقدم الخدمات، مش يعني شو بدي احكي لك، اول شيء مش في شيء مصاري كفاية اللي تخدم كل هالبلد. يعني المالية مش داعمة اللي نخدم البلد. نعم. وقد ما بنقدر نسوي، وشكرا لأهل البلد يعني بتبرعوا طبعا، يعني بيقوموا بتبرعات، بتبرعوا وبدعموا البلد، بدعموا البلدية، وهذا إشي ممتاز جدا يعني. نعم. نتمنى. نعم. أن الإشي هذا يستمر فيه، يستمر فيه. إن شاء الله. طيب إحنا بنحكي عن طبيعة الخدمات اللي تقدم من خلال المجلس البلدي، وبنحكي عن التحدي الأكبر لقرية بيت حنينة، وهو جدار الضم والتوسع العنصري، وأيضا البوابة اللي قسمت القرية إلى قسمين. خلينا نحكي عن هذا التحدي وكيف بتم التعاطي معه من خلالكم. والله شوف، التحدي ككل قرى فلسطين طبعا، يعني إحنا ما زينا زي قرى فلسطين. نعم. الجدار سكر البلد في 2006. نعم. بنى الجدار هذه، صفت بيت حنينة فيش لها غير مدخل واحد، ما في مدخل إلا عن طريق بير نبالة، هذا هو المدخل الوحيد. فصفت القرية يعني أهليها طبعا هاجروا، وقليل جدا ضر من الأهالي هنا لأن البلد انفصلت. وهذا كان هذا تحدي كبير يعني بالنسبة لأهالي بيت حنينة اللي موجودين في القدس واللي موجودين هنا، ويعني جد إنه صعب جدا. نعم. التواصل صعب بين الأهالي بيت حنينة وبين أهالي بيت حنينة القدس. المركز الصحي بشبه معدوم، يعني بيفتح 2 يوم في الجمعة، بيفتح أعتقد 3 و4 بيفتح. بالنسبة للمدارس، مدرسة البنات كانت قبل الجدار تعد 450 طالبة، حاليا فيش غير 130 طالبة موجودات. ومدرسة الذكور يعني شبه إنها معدومة. قديش إحنا كبلدية بنحاول ندعم المدارس وندعم مدرسة الذكور، وإن شاء الله إنها تتحسن إن شاء الله. طيب بضل موضوع اللي هو الإنعاش الاقتصادي التجاري، ما في محلات كثيرة بالقرية، هل هناك يعني
ممكن يكون خطة لدى المجلس البلدي لإنعاش هاي المنطقة أكثر فأكثر؟ والله شوفي في عنا خطط طبعا كبلدية، في عنا خطط، بس المشكلة اللي بنحلها بنواجهها اللي هي الدعم المالي. هذه شغلة. الشغلة الثانية، البلد شبه معدوم، بعيدة عن كل الكرة. التجارة فيها معدومة، ما فيش عندنا غير زي ما انت شايفة دكانين. صحيح. ما في شيء ثاني، لا في ما في ملاهي. يعني حاليا احنا شغالين على الحديقة. نعم. بنحاول ان شاء الله ان نعيشها ونظبطها. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، واحنا في هذا المكان في قرية بيت حنينة. هذه المنطقة التي شهدت الضحكات، شهدت الدموع، شهدت الكثير من الحكاية والقصص لأهل هذه القرية. اليوم احنا معانا شاهد ايضا على طبيعة هذه المنطقة، الحج ابو نافذ. اهلا وسهلا فيك عمي ابو نافذ. اهلا بك. احنا في هذا المكان حابين بالبداية تحكي لنا عنه وماذا شهد تاريخيا في قرية بيت حنينة. في بيت حنينة المنطقة هاي منطقة الجامع اسمها سلطان إبراهيم، هذا كان المحليات هذول كلها فاتحة، كلها دكين سمانة ومطاعم وقهاوي، يعني تلاقي لنص الليل أو لساعة واحدة في الليل سنتين في الليل الكراسي والطوائل حوالين الجامع، واستمر الوضع هذا شوي. مدرسة البنات 800 بنت، بقاش عندنا مدرسة للأطفال عندنا هالظهر. 800 طالب كانوا في مدرسة، 800 طالب يقرين في مدرسة بيت حنينة. الله على العراقة والتاريخ الجميل لهي القرية. يعني من الرام لبيت إكسا يجوا وصعفات يقروا في المدرسة هاي. بعدين كان يعني جامعة القدس المفتوحة طلابها كلهم ساكنين في البلد، كان هان في 10,000 ساكن في البلد. يعني هون عمار وخير خير الله موجود في البلد. كانت سوق ايضا يعني للتجارة، سوق للتجارة. يجوا من القرى الثانية يعرضوا منتجاتهم. يعني بقيت الصبح اطلع اجيب ترك خضرة في المحل هذا بشهد علي، محل مصلح، الساعة 10 اقبل مشطب. خرب الوضع. شو اللي خربوا؟ خربوا إسرائيل. الجدار. الجدار، سووا جدار وسكروا من هان وسكروا من هان وسكروا بيت حنينة زي في قفص، في سلة مدخل واحد لها، ونوقفت مجندة إسرائيلية وحطت الجيب في الطريق، البلد مقطوع عن فلسطين كلها. وبتحصل كثير. صار بقت مليانة قدس ونظافة عشان قراب زي قدس يشتغلوا الناس يروحوا ويجوا. لما صار الجدار صار الناس يطلعوا شوي 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 شوي، صفينا الحين 1200 بني آدم فيها. عدد قليل. الزيتون راح كله 3/4 برا الجدار. لما بقينا نجد زيتون نقعد 3 شهور، واحنا هان بقيت اخذ زيتون عن النص 3 شهور، والزيتون واحنا نجد كان خلص. حطوا جدار خرب. اليوم كل شيء راح. ظل يعني ربع الزيتون في البلد. وخرب الوضع الحين، صار الناس يرحلوا يرحلوا يرحلوا، صفينا 1200 بني ادم. الحين في مدرسة البنات في 60 بنت 70 بنت، والولاد الصغار في بين 40 45 ولد بيقروا في المدرسة الإعدامية. يعني هذا احتلال بغيض، وهذا الجدار اللي عزل هاي القرية الجميلة اللي تجولنا في يعني معالمها وهي قديمة قدم أجمل التاريخ. قرية أنا شفتها، أنا من سعير ومن جبل الخليل، بس أنا حبيتها أكثر من مسقط راسي. العائلات الموجودة كيف يعني كان التعامل ما بينهم في زمان، يعني مش اليوم؟ زمان كانوا لما يصير عرس ولا شيء كل العيال تقبى ماشيه في الزفه قدام العرسان، اللي يدبك واللي يزغرك واللي يسفك واللي
يعني فرح مصارس. أهل أخواننا أهل بيت حنينة يعني دايرين بالهم وبعمروا والله بدهم يعاودوا يحيوا. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، وما زلنا معكم في الجولة في قرية بيت حنينة ونتعرف أكثر على الواقع التعليمي في هذه القرية. إحنا معكم اليوم من مدرسة ذكور الأدهمية الثانوية. بدي أرحب بمدير المدرسة الأستاذ سياف منصور. أهلا وسهلا فيك أستاذ سياف. حياك الله. أهلا وسهلا فيكم تلفزيون فلسطين، تلفزيون الكل، تلفزيون كل البيت الفلسطيني. شرفنا وجودكم معنا اليوم، إن شاء الله تعالى نكون عند حسن ظنكم فينا بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله إن شاء تعالى الله. أهلا وسهلا فيكم كمان مرة. أهلا وسهلا فيك. وإحنا بهمنا أيضا نتعرف على كل تفاصيل قرية بيت حنينة والواقع التعليمي، أكيد كثير مهم لهي القرية نتعرف عليه أكثر من خلال حضرتك إن شاء الله تعالى. طبعا بيت حنينة هي البوابة اللي بنقدر نحكي الشمالية للقدس الشريف، أقرب كرة فلسطين على القدس الشريف، وبالتالي هي أكثر القرى تعرضاً للانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على الجوانب المختلفة، منها الصحة، منها بشكل عام يعني جميع ميادين الحياة، ولكن أهمها التعليم. فعندنا مشكلة التعليم طبعاً. كانت مدرسة أدهمية ومدرسة بنات بيت حنينة الثانوية، المدرستين الموجودات في القرية، أعدادهم أعداد طلاب فيها قليلة جداً بالنسبة لعدد سكان البلدة اللي تقريباً من لا يتجاوز 1500 الموجودين حالياً، واغلب سكان البلده من بالمدرستين في لا في كل مدرسه احنا بنحكي. نعم. عدد سكان القريه ككل تقريبا 1500. مدرسه ذكور الادهميه عدد طلابها 110 من صف تمهيدي لصف عاشر. طبعا كانت نحكي اول شيء عن المدرسه الادهميه. نعم. عملنا في 2019 شرفنا معالي وزير التربيه والتعليم دكتور مروان عور ثاني بزياره للمدرسه عندنا، وكان طلب لنا نفتح صف 12 توجيهي عندنا بالمدرسه هان، والحمد لله رب العالمين اخذنا الموافقه وفتحنا الصف 12، ولكن كان عدد الطلاب عندنا قليل جدا، 6 طلاب فقط. فالست طلاب الطالب منهم كان سكان قريه الجيب، قريه مجاوره لبيت حنينه، ولكن الطالب طبعا بسبب سوء المواصلات ومضايقات الاحتلال اللي كل يوم الثاني كانوا يعملوا حاجز على مدخل القريه عندنا هان، فهذا الطالب قال انا مش راح اقدر اكمل يعني كتوجيه، ممكن في الصفوف العاديه انه يقدر يدخل ويكمل عادي، ولكن في التوجيه تحديدا كل حصه بتضيع الطالب مشكله. صحيح. فاخذ طبعا قرار نقل عن طريق الوزاره وانتقل على الجيب. فعندنا عشان عددهم قليل 6 اصدقاء وكانوا مع بعض مثل الاخوه عايشين من صف اول لصف 12، فبعد ما انتقل الطالب هذا للاسف يعني صار الطلاب الثانيين يحاولوا ينقلوا وجابوا استثناءات وانتقلوا. صف عندي 2 من الطلاب فقط. للتوجيه 2 من الطلاب. فحكينا مع مدير التربيه ومع الوزاره، حكوا لنا يعني 2 نفتح لهم توجيه حرام صف. فنقلوهم على بيت على الجيب وبير نباله، وهي كانت النقطه اللي هي اغلاق صف 12 عندنا للاسف. هذا تحدي. هي كانت تحدي كبير بالنسبه لنا. ان بسبب لو في مثلا مواصلات سهله وموجوده متيسره للبلده، حتى في مثلا اولياء امور من الجيب ومن بير نباله بتواصلوا معنا انهم يجيبوا طلابهم عندنا اللي يزيد عدد طلاب المدرسه عندنا، ولكن بسبب سوء وسائل النقل عندنا ما في يعني وسائل نقل، ما في خط لك الا القريه. ولهم فتره طويله بيطالبوا انه يكون في لهم اقل ما فيها لو باص لو فورد لو شيء ينقل الطلاب. ولكن المعلمين ايضا عندهم هذا التحدي. المعلمين نفس الموضوع بنعاني منه، ان احيانا كنا نستنى اكثر من ساعه على الطريق بير نباله لنلاقي سياره تحملنا لبيت حنينه. فممكن مثلا اضطرينا نلجا نستنى بعض، ننتظر المعلمين بشكل عام يعني ينتظروا بعض، اي ولي امر يمرك ان نوقف. نسقنا مع السيارات، ولكن للاسف يعني مكتب تاكسيات اليوم معاك بس بكرات انا عندي نقلات. وهي طبعا كان تحدي كبير لنا. نعم. والتحدي الاكبر اللي هو كان مثلا يوم ندخل على البلد هان ويمسكنا حاجز على مدخل البلده، كمان يحشرنا ساعه ويحجزنا يعني مده ساعه على ساعه ونص ومرات ساعتين. وهي طبعا مشكله كبيره. أكيد. عندي في المدرسه معلمين ومعلمات. وهي طبعا كان يعني احيانا عندي مثلا تاخروا بعد الحصه الاولى بعد الحصه الثانيه، وكنا نطلع لمديريه التربيه والتعليم ضواحي القدس على الموضوع اولا باول. كان هاي بالنسبه لمدرسه الادهميه. بالنسبه لمدرسه البنات تقريبا عدد الطالبات فيها 120 طالبه، ولكن في طبعا بيجوا طالبات من بير نباله من الجيب، ونفس المعاناه بيعانوا منها اللي عانينا منها احنا هان،
المعلمين المدرستين جميعهم من خارج البلدة، ما في عندنا من معلمين من البلد من هنا. أقرب معلم لنا اللي هو تم بيرنا بالا بيجي، وهي طبعا مشكلة كبيرة لنا بنعاني منها، وهذا تحدي آخر، هاي تحدي يعني كبير للبلد وللتعليم في البلد عندنا. احنا بهمنا ان شاء الله انه خلال هذا البرنامج وهذا اللقاء ان نضيء على هذه التحديات لإمكان ان شاء الله حلها إن شاء الله في أسرع وقت ممكن. احنا معاكم من قرية بيت حنينة وبدنا نستضيف احد المواطنين. اهلا وسهلا فيك اخي حمزة. نحكي عن ما تعانيه هذه القرية بشكل خاص من موضوع المواصلات، وانت بتحل نوعا ما ازمة للناس اللي ما عندهم سيارات. نحكي عن هذا الموضوع اخي حمزة. احنا بنعاني بقصة المواصلات من سبب الجدار، يعني بنروح على كلنديا بنقعد 3 ساعات نوصل كلنديا، وفي الرجعة بنقعد حوالي 3 ساعات لـ4 ساعات نوصل البيت حنينة البلدي. وإحنا هاي عندنا مشكلة كبيرة في البوابة. طيب الناس اللي ما في عندهم سيارات كيف بتنقلوا؟ يعني شو يعني يوم دمينز بيوقفوا على الموقف بقعدوا من ساعة لساعتين هم يستنوا السيارة تيجي تأخذهم، والسيارة ما بتطلع بواحد لأنها ما بتوفي معها إنها تطلع براجب. العدد قليل. العدد قليل. واحنا بنقعد ساعتين لثلاث تنحمل راتب، وبضطر الراتب مرات ياخذ طلب تيطلع بير نباله ولا على رام الله ليجي بغرضه، لانه ما في ولا اي دكان. يعني اذا الواحد يحتاج دواء بده يضطر يطلع على بير نباله او على رام الله تيجيب الغرض اللي بده اياه. بدي ارحب فيك يوسف، اهلا وسهلا فيك معانا، وانت نموذج للشاب من قريه بيت حنينه واللي عمل على إنه يعيد الحياة أكثر فأكثر على الأقل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسميت الصفحة ذكريات بيت حنينة. نحكي عن هذا الدور إلك وليش رحت لإنه تجدد الحضارة والعراقة لهذه القرية بيت حنينة. أهلا وسهلا فيكم. أنا عملت جروب ذكريات بيت حنينة لأنه زي ما بتشوفوا البلد معدومة بسبب الجدار الفصل العنصري فعدمها كليا، فجميع اهالي البلد اللي لهم دور هنا في شيء هاجر على امريكا، هي الاكبر سبب اللي هجر على امريكا فانعدمت البلد، وهي بكت مصدر اساسي لكل الكره، اسمها في كل البلدان والكل بيعرفها، فمع الوقت صارت شبه منسيه. فانا عملت جروب مع الوقت بسبب جدار الضم والتوسع. نعم. فعدم عدم الحركه، عدم السكن، كل شيء، يعني عدد سكان قليل، الحياه صارت ضعيفه هنا. فانا عشان ابرزها للمجتمع وللكره، يعني في ناس كثير بتحكي لها انا من بيت حنينه، بقول لك فيش بيت حنينه، بيت حنينه القدس. هو في بيت حنينه البلد التحت هي اصل بيت حنينه، نعم الفوق نعم. مش الاصلي هنا، هي الاصل. فانا عملت على اساس اني ابرزها من تاريخها، من تراثها، من عاداتها وتقاليدها، لان احنا كنا معروفين كليتنا بعاداتنا وتقاليدنا الحلو والشيء اللي بيسعد يعني الواحد. بلدنا بكت ملانة يعني بالموارد الزراعية، عندك في كثير أشجار، مش الخوخ، الدراك، في شغلات الأعشاب يعني اللي كنا لقيتها كليتها مفيدة للصحة أحسن من بضاعة اليوم، بس مع الجدار الضم العنصري قطع جميع الأراضي اللي فيها الشغلات هذولا، فأصبح عدد قليل هنا اللي هو أكثر إشي بس الزيتون، فهو اللي عدم الحركة كلياً. أهلا وسهلا فيك معنا أم موسى، وإحنا في قرية بيت حنينة. أهلا وسهلا فيك، منورة بيت حنينة فيك. جميلة بيت حنينة، حلوة حلوة زيك، وأنت حلوين. الله يسعدك. بدنا نتذكر كيف كانت هالقرية بجمالها، بأهلها، بنسائها، كيف كانت؟ والله بلدنا من القرية اللي بكت مشهورة في المشمش، في العنب والتين والمركوك، من جميع مشهورة بلدنا. يعني يوم بكينا لقيت المشمش العصريات وحطينا في بكسات المطاحن، بكى بلدنا بالصين على زمان قبل 67، لقيت العصر المشمش حطينا في جنوات مطاحن كش، وجللنا بجلال ابيض ورفعنا على الباص العصريات. ثاني يوم وجه الصبح الباص ياخذنا على القدس. أيوه. على حسبة وادي الجوز، جنكالوا هيا جا مشمش بيت حنينه، وبكى يفلحوا. وبعدين بكى في عندنا نوادر يدرسوا على النوادر، الكمح والشعير على البغال
على الدراسات هذول اللوح يدرس يعني، وسووا منه كش، منه يطلع تبن، منه هذا الكمح، والشهير يطلع منه تبن للغنم، يطلع منه حبوب، وبكين يطلع منه للصواني البنه، هذول الصواني الكش اللي يكششن نسوان كبين كانت على النوادر يكششن، وبالليل الكش وسوين صواني ومطاحن وللطحين وللشيء شيء يسوينه. بكت المرض يحصدوا المرأة هي وجوزها على الحصيدة، ليش عقد الخركنة هيد؟ بكين في الحصيدة ضلين عقدات خركن من شطرتن كبين في مع الجزان يحصدن مش يكون سحطونا جدار هانا سجت حط بوابة أركيتنا نروح عبيت أركيتنا في الولدين فوق أركيت أولاد يوم زمي جانب دمي لفوا عن طريق كلندية عن طريق المحسوم. أنا بدي أروح مثلا على وهي نفس بيت حنينة هذا بيت حنينة وهذا بيت ورجل دار بيت حنينة تصل بيت حنينة تصل حزمة والرام وكلندية تصل شعفات تصل لفتة بيت حنينة حدها كبيرة بيت حنينة نبي سمويل بيت سوريك بيت اكسان هذا كانت مركز أخرى بيت حنينة كانت مركز لهي القرى مركز للشيء للكرة والله بعيد عشان فلسطين مش بس على بلدنا احنا فلسطين مش على بلدنا بس على فلسطين كلها بعيطنا سمعتيني يا خالد. طب اجمل العادات اللي انت بتحبي تحكي لنا عنها اللي كان يميز قريه بيت حنينه؟ عاداتنا كنا نلبس فلاحات نلبس ثياب هذا نلبس ثياب نلبس وكاوى ذهب او وكايا عشاري بس اليوم بطلنا نلبسهن بطلنا نلبس الوكايا بعرف شهر في العراس كان البكاش في خوف من زمان يا خالد فكان نلبس وكات الذهب او العشاري دير نهار ظل راس المراه تمشي وتروح تحطب وتحصد وهي العراسة ما تخافش مش شيء بس اليوم انا اروح عندك خاتم بتستجيش تلبس الثوب يعني مصدر فخر لل هذا تراثنا للفلسطينيين هذا التراث الفلسطيني لازم نرجع له. طيب والفن والتراث الاغاني شو كنتوا لما تنبسطوا وتغنوا بهالاعراس شو كنتوا تحكوا؟ نغني مثلا نقول عن العريس يلا زفولي زفولي وين محمد زفولي محمد وصلوا على الرسول باري فيا يا ريت عمره يطول زفولي محمد وصلوا على النبي ريابا يا ابو الحظ الكاوي وبعدين نقول بين الموارث شاوروا بعضهم بين الموارث زفت عرايس بالله تعزمونا زفت عرايس من بين البيوت يا محمد مارك خيال من بين البيوت والساعة ياكوت والمعركة فضة والساعة ياكوت. استمتعنا جدا بهذا اللقاء حجي موسى إن شاء الله هاي الأغاني تغنيها بفرحتك في أبنائك وأحفادك كل جميع إن شاء الله وبأنه يعود العز لقرية بيت حنينة إن شاء الله. من تاريخها العريق وإن شاء الله يا ربي يكون تحرير فلسطين على يد أبنائك إن شاء الله. شكرا جزيلا إن شاء الله. فرض الاحتلال على قرية بيت حنينة جدار الضم والتوسع وهذه البوابة ولم يكن يدري هذا الاحتلال أن هذه البوابة ستكون بوابة النصر بإذن الله.